أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة الفلسطينية التي اشتركت عناوينها في إعدادها الصادر اليوم الاثنين بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس إلى جانب اهتمامها بالملف المصري. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الرئيسية: جماعة يهودية متطرفة تشرع بتنظيم فعاليات في ذكرى خراب الهيكل والمطالبة بتسريع بنائه. وفي عنوان آخر: كيري يزور المنطقة الأسبوع الجاري حاملا معه رزمة حوافز للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ونقرأ أيضا: وزير الدفاع المصري يكشف ظروف تدخل الجيش في المشهد السياسي وإقصاء مرسي، والقضاء المصري يستجوب مرسي بشأن فراره من السجن في العام 2011، ومنظمة التحرير تنفي دعوتها للإضراب اليوم. الحياة الجديدة عرضت صفحتها الرئيسية: ملامح الحكومة المصرية تتشكل والسيسي يكشف ظروف تدخل الجيش، والرئيس عباس يتلقى برقية شكر من منصور واتصالا هاتفيا من عمرو وتهنئة من نتنياهو. ونطالع في الصحيفة أيضا: مسلحون يستهدفون دورية إسرائيلية بالقرب من معبر كرم أبو سالم، ونتنياهو يقول إسرائيل قد تتدخل ضد إيران قبل الولايات المتحدة. ونطالع في صحيفة الأيام: تزايد الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى ودعوات فلسطينية للمواطنين لشد الرحال إليه. الشروع ببناء أطول شارع لربط مستوطنات الضفة بالمدن الإسرائيلية. وفي الصحيفة أيضا: إسرائيل لم تزود كيري بأي مواقف جديدة لعرضها على الوفد العربي في عمان بعد غد. أردوغان يعتبر مرسي الرئيس الشرعي لمصر، والجيش المصري يدمر 80% من الأنفاق على حدود قطاع غزة. إلى الصحافة الإسرائيلية، ونقرأ لكم أبرز ما كتبته صحيفة معريف: السياح الفلسطينيون يحتلون شواطئ تل أبيب، الجيش المصري يتبادل النيران مع مسلحين بالقرب من الحدود الإسرائيلية. ونقرأ لكم أيضا: مصدر سياسي إسرائيلي: الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يعد على جدول الأعمال. وفي عنوان آخر: إسرائيلية وضعت هاتفها للتصليح وتلقت هاتفا بديلا يحمل أرقام وزير الجيش ورئيسي الموساد والشباك ومسؤولين فلسطينيين. الملف العراقي والملف السوري الأبرز على عناوين الصحف الدولية. صحيفة الشرق الأوسط السعودية كتبت على صفحتها الرئيسية: ديالا تغلي وتنذر بحرب طائفية جديدة في العراق، أطراف تتهم ميليشيات مرتبطة بإيران. وفي عنوان آخر: القابون تحت تأثير نيران قوات الأسد، ومخاوف من مجزرة بحق آلاف المدنيين العالقين، ومعسكرات لطالبان في سوريا لقتال النظام. ونطالع أيضا: السيسي يدعو للابتعاد عن العنف والصدام ويشدد على حق العمل السياسي للجميع دون استثناء. نختم من صحيفة الحياة اللندنية التي عنونت صفحتها الأولى تقول: تجميد أموال قيادات الإخوان وتوقع تأدية الحكومة اليمين غدا، والتنظيم الدولي للجماعة يناقش في إسطنبول أزمة عزل الرئيس المصري. وفي عنوان آخر: معلومات عن مقتل 50,000 جندي نظامي، حي القابون تحت الحمم وألاف المدنيين مهددون. ونطالع في الصحيفة أيضا: زعيم سلفي جهادي أردني للحياة، القتال سيحتدم مع العلمانيين في سوريا. ختام هذه الجولة، أجمل تحية، وأترككم مع أبرز ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.